انت بتحب الشتاء الاول ولا بتحب الصيف؟ جدا. وفي حد يكره الشتاء؟ قول لها يا كريم والله قول لها انا تعبت يا كريم اصلا. ده بنستناه من السنه للسنه. بومي بينا نمشي. المايك معاك يا كريم اتفضل. ده انت يعني بص بقى، انا النهارده كنت هموت واكلمكم بصراحه، لان يعني انتوا جايين لي في ملعبي بصراحه. طب اتفضل اتفضل اتفضل. هو الفكره بس كلها انا مش عارف الناس بتحب الصيف بتحبه ليه؟ يعني كل الفكره يعني هو ايه المفروض حلو؟ ولا حاجه تلزيق وحاجه صعبه بالظبط. يعني والجو حر في شارع زحمه في الصيف هبقى خلقي ضيق ومتعصب وحران. طب لو زحمه لو عايز بحر يا سيدي روح الغردقه، روح الجونه، روح الشتاء. انا قفلت الازاز خلاص، انا مش تعان. ايه المشكله بالنسبه للمطر اللي هتبقى نازله والعربيه المطر اللي اول المطر ده خير. كريم المطر رزق زعلانه قوي. المطر رزق والله. بالظبط بالظبط. ده المطر ده بيرد مطر كل يوم. اه والله رزق الحمد لله ما شاء الله رزق. هي رزق ما قلناش حاجه، بس قلنا ان البرد وحش. طب قول لنا طقوسك ايه؟ ليه برد وحش؟ ده بجاكيت بحاجه بسيطه جدا بتتدفي. فين الليل بس؟ لا في ناس بتبرد قوي. انا اقسم بالله كل يوم بتخانق انا وفاروق عشان التكييف بتاع الاستوديو. لا احنا بنموت يا كريم. ده برضو عادي. طقوسك ايه في الشتاء؟ يا فندم؟ طقوسك ايه في الشتاء؟ بتحب تعمل ايه؟ انا بحب انزل بالليل. اه والله يعني دي احلى حاجه في الشتاء، ان انت بتلاقي شوارع فاضيه والناس كلها اللي هي اللي بتبرد دي وكل ده قاعد في البيت بقى مع المدارس مع الكلام ده كله، فبيبقى الشارع لنا. ان تروح اي مشوار في دقيقه الدنيا كلها، الجو نفسه بيبقى جميل جدا، حاجات كلها بتساعد الواحد ان هو يعني ما يروحش البيت. ولو يوم اجازه كمان يا سيدي. يا سلام. ولو صبح اجازه برضه يعني. عارف بقى ايه الجو ده بتاع بالليل ده؟ لكن في الصيف، لكن في الصيف انت الناس كلها في الشارع، الدنيا كلها زحمه. أيوة الجو حر. الدنيا فيها بهجه. قول لي يا كريم انت مرتبط ها؟ احنا اللي في ايدينا البهجه والله. بالظبط. بلاش الصباع ده عشان كريم. لا 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 انا عايز اسال سؤال كريم. كريم انت مرتبط؟ اه. علشان كده انت رومانسي؟ لا والله خالص، ده بتحب الشتاء ابدا. الشتاء معناه رومانسيه، انت بتحبها. ما انا ما انا من يعني الرومانسيه في اي وقت، مش في الشتاء بس عادي. بس هي المشكله لا الشتاء رومانسيه يعني. اكتر وبتديها الجاكيت بتاعتك ده يا كريم. اكتر من حاجه تعمل في الشتاء، تقرا كتاب، تلعب طاوله انت واصحابك في كافيه، تقعد تلعب بلاي ستيشن. يعني حتى لو قعدت مع اصحابك او حتى مع عيلتك في البيت. الموضوع حلو جدا وجميل والله. بالظبط. لكن حتى لو في الصيف قعدت في البيت هتزهق وهتبقى حران وهتبقى مش طايق يعني، فاهمني؟ على ايه بقى؟ ماشي يا كريم. لكن... شكرا شكرا يا كريم. شكرا يا كيمو. باي باي حبيبي. باي باي. طيب معانا تليفون تاني من ساندي. ربنا يستر ربنا يستر. عايزين بقى محبه للصيف. الو يا ساندي. من اسمها شكلها محبه للصيف. ساندي بليز. ايوه ساندي. زيك الاول يا ساندي. اصبروا. عاملين ايه؟ اصبروا واحده واحده وهي هتعترف. احنا الحمد لله. انت متعصبه يا نوره؟ ساندي يا نوره. ايوه معاك يا جماعه. ادوني فرصه اتكلم. ساندي بصي بالراحه، بتحب الصيف ولا الشتاء لا قدر الله؟ الصيف طبعا. الله برافو. زينا يعني. ايوه طبعا. هو في حد يحب الشتاء؟ في حد عاقل يحب الشتاء؟ انا قول لهم. قول لهم يا ساندي ما بيحبوش الشتاء. يا عبد الصمد ما بيحبوش الصيف. انت مرتبط ولا مش مرتبط؟ طيب يا فاروق انت عايزه مني ايه؟ حلو حلو يا ساندي. ساندي انا بحب الشتاء جدا. بقى يا فاروق والله العظيم. انت بتحبي الصيف ليه طيب يا ساندي؟ لا هو يجاوب على سؤالك الاول يا ساندي. عشان انا سنجل. عشان كده. حلو. قول لنا يا ساندي طيب بتحبي ليه الصيف طيب؟ انا بحب البهجه عامه يعني. في الصيف لحد الساعه 1 بالليل او لحد الفجر عامه تلاقي الشوارع هيصه والناس موجوده صاحيه وكلهم قاعدين. في الشتاء من الساعه 6 المغرب تلاقي كل واحد قافل في بيته كده وقاعد تحت البطانيه مكلفت، ما عندوش اي نشاط انه يعمل اي حاجه. صح. ما عندوش اي طاقه يعمل اي حاجه. فاللي هو انا بحب النشاط وبحب الخروج وبحب الحركه عامه. ايوه كده. حتى بص باين على عايزه اقول لكم اصلا انا كساندي حرفيا باجل حياتي لحد الصيف. انا ما حدش يكلمني في اي حاجه، لا كورسات ولا شغل ولا نزور ولا اي حاجه لحد ما الصيف يجي. ساندي شكرا جدا. وانت تليفونك بجد ظبط لي اليوم بالظبط. مسك الختام. مسك الختام. نورتينا يا ساندي جدا والله. شكرا جدا ليكي. باي باي. بص يا جماعه يعني بهجه كده بهجه مش هجفف. احنا حبينا نعمل في الفتره دي كده ايه يعني ننكش بعض في الكلام. طبعا الصيف والشتاء هو نعمه عند ربنا الحمد لله وحاجه كويسه جدا. واكيد طبعا احنا مش بنحجر على راي حد ولا بنقول له انت ليه بتحب الشتاء ولا ليه بتحب الصيف والكلام ده. عادي دي الخناقه المعتاده يا جماعه كل سنه اللي بتحصل على الفيسبوك والسوشيال ميديا احنا بنعملها هنا عادي. نحب نتبسط معاكم. طيب كده خلاص موضوعنا معاكم عن الشتاء خلص خلاص. هنروح معاكم بقى الفقره اللي جايه مع دكتور مصطفى النحاس اخصائي الطب النفسي.
هيكلمنا يا ترى ايه الفرق ما بين الاكتئاب والحزن بعد الفاصل، خليكم معنا. ما جاوبتش.